بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هو عبارة عن نصائح لكل بنت سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، يعني حتى لو كانت يهودية أو نصرانية أو حتى ما كانتش على دين خالص، لكن أنا أعني بالأساس البنت المسلمة لأن هي دي اللي تهمني. عشان كده أنا عايز حضرتك دلوقتي تمسكي ورقة وقلم وتكتبي النصائح دهيت وتفيدي بها غيرك، ربي بنتك عليها، ربي اختك الصغيره عليها، عرفي صاحبتك الانتيم عليها. اول نصيحه بقول لحضرتك قبل ما تطلعي من البيت، بصي للبس اللي انت لابساه، اهم شيء ان ما يكونش شفاف. يعني في ايام الصيف وانا ماشي في الشارع بتفاجئ التقى واحده قدامي اللبس الداخلي، الملابس الداخليه باينه من تحت الثياب الخارجيه. الحمد لله ربنا رزقني نعمه غض البصر، لكن انا بتفاجئ بها قدامي كده، فده لا يجوز شرعا. الحاجه الثانيه برضه بصي، ممكن تلبسي لبس تقيل، لكن اللبس التقيل ده هو محزق جدا ومبين حجم الردفين او مبين حجم الثديين، برضه ده لا يجوز، زي يعني البادي والاستريتش والحاجات دي. مفيش مانع لو انت منتقبه ان انت تبصي في المرايه، شوفي ممكن يكون في خصلة شعر باينة من هنا، أو الحتة دي بتكون باينة، الفاصل اللي بين النقاب وبين الخمار اللي على الرأس، أو حتة باينة من هنا، كل ده لا يجوز. قتادة بيقول في قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بيقول كانت المرأة تشد الخمار على رأسها، لكن تضع الخمار على رأسها ولا تشده، حطت الخمار بس ما ربطتهوش، فيظهر القرط والقلادة وصفحة العنق. تخيلي دي تبرج الجاهلية الأولى، إن الحلق بتاعها يبان والعقد بتاعها يبان والعنق المسافة دي تبان، ده سماه ربنا سبحانه وتعالى تبرج الجاهلية الأولى. كمان بقى هنيجي عند الخروج من البيت، وأنا أنصحك ابتداء إن أنت ما تخرجيش من البيت. ليه؟ أنا مش هحبسك ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقرن في بيوتكن. يبقى البيت قرار، أنت سكن، أنت السكن بتاع البيت. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لو أنا عندي جوهرة ثمينة مش هسيبها كده معروضة في السوق مع الطماطم والبطاطس والجوافي المدودة، لا، ده أنا بحط لها بشتري لها خزنة مخصوص، والخزنه بتكون قفل 6 سكات وفي رقم سري عشان الجوهره ثمينه. فانت ايتها المراه المسلمه ثمينه جدا بالنسبه لنا، عشان كده عايزين نحافظ عليكي حفاظ تام. لكن اذا حصل واضطررتي للخروج الى الشارع، اول حاجه وانت ماشيه في الشارع لا تمشي ماشيه مسترجله ولا تمشي ماشيه متكسره، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الراجل عايز يتجوز امرأة، مش عايز يتجوز مرة بميت راجل. المرأة اللي بتتفشخر ان هي مرة بميت راجل، لا، جوزك مش عايز كده، ولا عايزك حتى بنص راجل، جوزك عايزك امرأة وبس. انت ربنا خلقك امرأة وخلقه راجل، هو عايز امرأة وانت عايز راجل، انت ليه عايزة تتدخلي في اللي مالكيش فيه؟ ليه عايزة تبقي راجل؟ هو عايز يبقى امرأة، حتى لو في رجالة استأنسوا يعني بقوا عملوا نفسهم اناث وبقوا يرقصوا ويتميلوا ويتطوحوا، انت حافظي على الخلقه اللي ربنا خلقها ليك، اللي ربنا اعطاها ليك، فما تمشيش ماشيه مسترجله شديده وتعتقدي ان ده الصواب، لا، وفي نفس الوقت ما تمشيش ماشيه متكسره، لان مقاتل بيقول برضه في قول الله سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، بيقول كانت تمشي ماشيه متكسره فيها تغنج، ماشيه بقى تتكسر كده تتحرك كده، فايه يظهر مع مشيتها حركه اللحم اللي موجود عليها. فهنا هتمشي الاول في الطريق ماشيه معتدله، ليست بالسريعه وليست بالبطيئه، خير الامور الوسط، لا تكثرن الشطط، خير الامور الوسط. لما تيجي تنادي على صاحبتك من بعيد، خصوصا البنات اللي فيهم حرف الحاء، يا احلى اح، دي بتطلع من المراه بشكل سيء جدا، وبتدي خلفيه للرجل ان الحركه دي او الحرفين ده هم ما بيطلعوش الا في اوضه النوم او على الاقل في بيوت الدعاره لو هو يعني شاب فاسق. فانت بتحركي شهوته، ما تتحرك ولا يتحرك، لا، خليكي بقى لاخر الفيديو وانا هقول لك خطوره ان انت تحركي شهوه الرجل على المجتمع وعليكي وعلى ايه؟ وعلى الدنيا كلها. لما تيجي تمشي مع صاحبتك ما تتطوحيش عليها ولا هي تتمايل عليكي، لان دي برضه بيدي خلفيه للشاب ان البنت دي ما خرجتش من بيت ملتزم او من بيت محافظ. ما كمان انصحك ان انت ما تضحكيش بصوت عالي، مع ان الضحك مش حرام ولا عيب، بس صوت المراه مش هقول صوت المراه عوره او هقول انه حرام، لكن
على الاقل ان تحكي بصوت عالي بيلفت نظر الشباب ليكي، والشاب اذا دماغه انشغل بالمرأة ما بينتجش ولا بينفع المجتمع ده اي حاجة. الحاجة كمان انا نسيت اعد النصائح، ما تنبغيش لبانة في الشارع، واذا كان لازم تمضغي البانة لان انت كلت بصل مثلا او جه فص توم تحت بوقك او بوقك ريحته متغيرة عايز تمضغي البانة، يبقى ما تحركيش شفايفك حركة فيها اغراء او فيها لفت الانتباه. ما فيش علاقة بين ضروسك اللي انت بتمضغ عليها اللبان وبين شفايفك عشان تعملي الحركة دي. أسوأ بقى ان انت تشتقي، وانا اسف في كلمة تشتقي، شوف انتوا اتصدمتوا ازاي بالكلمة. كلمة تشتقي دي ان هي تحرك الفك العلوي مع الحق مع الفك السفلي، ودي دي اصلا لها اصل في اللغة، اللي هي امرأة تشتاق الى الرجال، فمش عارفة تقول انا مشتاقة للرجال فبتعمل الحركة دي. عشان كده بقول لك يا ريت ما تمضغيش لبانة، وهي مش عيب ولا حرام بكررها اهو، لكن لو لازم يبقى ما تحركيش لا الفك السفلي ولا الفك العلوي ولا تحركي شفايفك، ومن الاول ان انت تبقي تمضغي اللبانة في البيت. الحاجة كمان لما توصلي بقى لمكان الشغل، سواء كنت في الجامعة او في التدريس او في الغيط او في المصنع او في مكان صناعة الحاجات بقى المخللات والحاجات اللي بيبقى فيها احتكاكات بين الرجل والمرأة، لو انت قاعدة مع الراجل ده 24 ساعة، حطي في دماغك ورسخي في دماغك ان ده لا يمكن ان يكون ابوك، ولا يمكن ان يكون اخوك، ولا يمكن ان يكون ابنك، ابدا ابدا ابدا. يعني من الاخر ما ينفعش يقول نكته حتى لو النكته دي مهذبه وانت تضحك عليها او تبتسم عليها او تبيني رضاك عليها. ليه يا مولانا هي النكت حرام؟ لا، بس انت مش عارفه الخبث اللي جوه الرجل. الرجل ده جواه نفسيه سبعيه. نفسيه سبعيه يعني ايه؟ فصيلة السباع اللي هي الكلاب والقطط والفهود والنمور والذئاب والثعالب، كل ده موجود جوه الرجل. انت لما تثيريه هيبدأ يمكر مكر السباع، وهقول ده انت زي اختي، اوعي انت عمرك ما هتكون زي اخته، ده احنا في القرن ال21، احنا مش في العصر الحجري. طيب انت لما تضحكي على النكته المهذبه اللي هو قالها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بعد كده ان هو هيقول نكته اقل تهذيبا، بعد كده هيقول نكت جنسيه وانت هتضحكي، واذا انت تبادلتي انت هو النكت الجنسيه، هتبدا بعد كده تظهر من حضرتك حاجات بتحصل في اوضه النوم بينك وبين جوزك، زي المراه في غرفه التدريس تقول لصاحبتها بصوت عالي ومعاها مدرسين، ده الراجل كان عايز مني النهارده اعمل له كذا وكذا، والراجل كان عايز مني النهارده اعمل له كذا وكذا، ده لا يجوز شرعا. فانا بقول لك النكته المهذبه اللي هو بيقولها الاول عشان يشوفك هتضحكي ولا لا، بيجر بيها رجلك علشان بعد كده تتكلموا في اسرار جنسيه ويهدم بيتك بحجه ان هو الرجل. فلو رجل مثلا بتاعك طيب ويعني حلو معاكي، هو هيبين ان هو بيحب الشراسه والرجوله والخشونه، ولو الراجل بتاعك خشن معاكي وفي يعني قوه وكده، هيتكلم عن الرفق واللطف والحنيه. من الاخر انا مش عايزك تضحك على اي نكته هو بيقولها، حتى لو كانت مهذبه. كمان ما ينفعش ان هو مثلا يشرب يعمل الشاي وياخد شفطه من الشاي ويقول لك خد يا ام محمد اتفضلي، قال يعني هو ايه، هو بس بيدوق عشان يشوف السكر بتاعه ايه. لا ما تاخديش، هو بيشوفك هتشربي مكانه ولا لا، ماشي. كمان ما ينفعش ياخد قطمه من الساندوتش ويقول لك ام محمد انا معايا سندوتشات كتير معلش، لا 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 لا، اوعي اوعي ابدا، ويا ريت تدي له كلمه زي الدبش، يعني قولي له انا ما بشربش مكان حد، هيقول لك الله هو انا كلب ولا ايه؟ لا لا، يعني يا ريت بلاش توصل لدرجه الشتيمه او الخشونه في الكلام، لكن على الاقل قول له انا طبعي كده، اللي يخليني اكل وراك اكل ورا جوزي، اللي يخليني اشرب وراك اشرب ورا جوزي، ماشي. كمان احذري ان انت تكوني قدام الرجاله وتوطي، ويكون لبسك مثلا ممكن يبين الردفين. احذري ان انت تكوني وياهم وتتكلموا في اسرار البيت، كل ده بيثير الرجل. هرجع تاني اقول طب ما يثار ولا يتحرق؟ لا لا، هنا بقى نشوف ايه، ارجع لحكايه النفسيه السبعيه. ايه حكايه النفسيه السبعيه؟ الرجل المراه بتمثل بالنسبه له متعه، هي متعه الرجل المراه، ومتعه المراه الرجل، لكن الرجل فيه خبث عن المراه. يعني الرجل اذا شاف المراه بتعمل حاجات مثيره بيبدا عايز يوصل لها باي شكل باي شكل، فيقوم يمكر مكر الثعالب. هينكر مكر الثعالب ازاي؟ هيقول لك انت زي اختي واحنا مع بعض طول النهار، ده انا بقضي معاك اكتر ما بقضي مع في البيت، الكلام ده هوت والنعم ده هوت، لكن في الحقيقه انت مش زي اخته ولا حاجه. هو منتظر اللحظه اللي ينقض عليك فيها انقضاض الذئب،
وده بقى ايه برضه من النفسيه السبعيه، ينقض عليك انقضاض الزيد. دي مش شرط ان هو يزني معاك، مش شرط ان هو يمارس معاك الفاحشه، لكن ينقض عليك انقضاض الزيد لو ما عرفش ياخد منك حاجه، لو ما عرفش يحط ايده عليك او يمسك ايدك او يبوسك او يحضنك او يعمل معاك اي حاجه من دهيت، لو ما عرفش هيوقعك في مشكله، ممكن تكون مشكله اداريه، ممكن تكون مشكله حتى سياسيه، ممكن تكون مشكله اقتصاديه، ان هو يوقعك ان انت تضيع فلوسك مثلا او حاجه زي كده. اذا وقعت الوقعه دهيت وهو افترسك الافتراس دهوت افتراس السبع بقى، يفترسك افتراس السبع، خصوصا لو وقعت يعني في البنت الراقصه بتاعت المنصوره دي، طبعا ما عادش ينفع يتقال عليها معلمه خالص خالص خالص، لا التمس لها اي عذر، معلش يعني دي يعني وضع تاني انا مش هتكلم فيه خلاص. لكن في ولد من اللي كانوا وياهم بيقول ده هي شدت رجاله احنا ما نعرفهمش، والله ده منه قال الولد اللي كان متحزم وبيرقص اللي هو الاصلع دوت، قال ده ما كانش معانا في الرحله، احنا كنا 150 واحد طالعين رحله 150 واحد وكنا على المركب 200 واحد، وهي شدت راجل احنا ما نعرفهوش ورقصت معاه او حاجه زي كده يعني، او اللي هو قال ده 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 كان من ضمن اللي معاها في الرحله، ده كان من ضمن اللي بيرقصوا معاها. فشوفي ازاي باعها في وفي ناس من يعني قريبين قالوا ان في واحد فيهم قال احنا مالنا ما تتحرق، هو احنا لو قلنا لها تعمل كده؟ انقض عليها انقضاض الاسد، هو ده انقضاض الاسد بقى، ان هو يوقعها في الغلط الشديد وبعدين يسيبها فريسه للكلاب تنهش في لحمها، ومش هيرحموكي يا بنتي يا اختي يا انا بعتبر بنات المسلمين كلهم زي بناتي بالظبط، عشان كده بقول النصيحه ممحضه خالصه. اذا وقعك الرجل في مصيبه سواء كانت فضيحه او كانت مصيبه سياسيه او اقتصاديه او اداريه، هيسيبك ومش هيقف جنبك، هو كده لانه هو جواه شيطان، جواه ثعلب، جواه ذئب. فشوفي النصائح دهيت وعلميها لبنتك وعلميها لاختك الصغيره، ما تطلعيش من البيت بلبس شفاف، ما تطلعيش من البيت بلبس ضيق، ما تطلعيش من البيت وشعرك باين، ما تطلعيش من البيت وتمشي ماشيه مسترجله ولا تمشي ماشيه متكسره، ما تناديش على واحده زميلتك بصوت عالي، ما تضحكيش بصوت عالي، ما تندغيش اللبان في الشارع، اعرفي ان زميلك في الجامعه او في المصنع او في الغيط او في اي مكان، لو انتوا قاعدين مع بعض 24 ساعه برضه مش هيكون ابوكي ولا هيكون اخوكي ولا هيكون ابنك. يا رب اكون نفعتك، ويا رب تحط النصائح دي في ودنك قبل ما تقعي الوقعه الجامده القوي، وابوكي يكون صرف عليك دم قلبه وتعب في تربيتك، وبعدين تيجي بسهوله كده توطي راسه في الارض او تخليه يمشي وهو باصص في الارض، يعني حرام عليكي. مجهود ابوكي وحب ابوكي ليكي وحب امك ليكي وحب اخواتك ليكي تضيعيه كده بسهوله عشان راجل مستهتر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.